لكن دخلنا للجامعة التونسية للجودو، كان طموح متاعي نحب نهزو ميدالية أولمبية. معناتها لازمنا نتعداو الباساج بتاع بطولة أفريقيا سي نورمال، نتعداو البحر المتوسط، ثم بطولة العالم، ثم الألعاب الأولمبية في البرازيل اللي هي معناتها طموحاتنا الكل. إن شاء الله بالمساعي الكل مع وزارة الإشراف اللي قاعدة تعاون فينا باش نحاولوا نتوجوا لأول مرة في الألعاب الأولمبية. No, he doesn't look dangerous. I think he might be. He's gonna go over. Nice. Ooh, that was big. I hope he hasn't hurt himself. Oh no. Yeah. I was gonna say no, this is Ishi, not Ono. But I know what you mean.
Faisel Jaballah. The first medal for Tunisia. For Germany, Andreas Sturzer. And for Tunisia, Faisel Jaballah. Silver medalist for